السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. الفيديو إن شاء الله غيكون تتمة الفيديو البارح. شاركت معكم يعني الخريجة اللي درنا، مشينا للوالدية ومن مور الوالدية قلت لكم كملنا الطريق الأسفي. دابا غادي نشارك معكم إن شاء الله الطريق اللي درنا. مهم مشينا قبطنا له توروت في المشيه، ولكن في الرجعه جينا مع الطريق الوطنيه حتى لو توروت. عرفتوا الطريق جاتنا طويل، عرفتوا سافرنا واحد المسافه بعدا باغي باش نشدو يعني الطريق لو توروت، تكون تقريبا شي 15 ولا 20 كيلومتر. قلت لكم ضربنا مسافه طويله بعدا غير باش نوصلوا لو توروت. واحد اللحظه قلنا صافي يمكن رحنا تلفنا الطريق، ماشي هي هذه الطريق، ولكن حتى لاخر لحظه عاد وصلنا لها. عاوتاني فاش قطنا لوطوروت واحد المسافه طويله. بصراحه الوطنيه جاتني انا اقرب من ان نديرو طريق لوطوروت. المهم اونفا وصلنا لمدينه اسفي. من اول مره انا غادي نزور هذه المدينه، هذه عجبتني صراحه زوينه، واخا يعني ما جلسناش فيها بزاف، تقريبا شي 3 ولا 4 سوايع صافي. ومن بعد رجعنا في حالتنا، كنا باغيين نشوفوا شحال من حاجه، شحال من بلاصه بغينا نكتشفوا، ولكن كما قلت لكم في الفيديو السابق كان وقع لي واحد الحادث، زلقت وطحت على رجلي صافي. من تما صافي رجعنا مباشره مور هذيك الطيحه، رجعنا في حالتنا. المهم هنايا صورت معكم الدخله ديال المدينه، عجبتني مدينه زوينه، الشوارع ديالها يعني متسعين. قلت لكم مدينه نقيه، شوارع ديالها يعني متسعين، و ناس جاوني ظريفين، كلشي تبارك الله فيها غزال. انا ديجا يعني خالي الله يرحمه هو ومرتو كانوا كيجيو لهاد المدينه هادي، يعني عندي عليها بعض المعلومات وصافي. والله ما نكذب عليكم ما كرهتش كون جينا يعني كرينا هنا في اسفي بصراحه والله العظيم. الا بقى فيا الحال ما درتش فيها بزاف، ما شفتش فيها بزاف د البلايص اللي زوينين، على حسب داكشي اللي عاودت لي مرات خالي. فيها يعني واحد الحي كانوا هما جاو كراو واحد العام، واحد الحي سميتو يا ربي تسمح لينا ما خفت نكذب في السميه، نتمنى غنطقها مزيان. الا كان شي وحده من مدينه اسفي اختينا ديال جوهره يمكن من مدينه اسفي تصحح لي، واحد الحي سميتو سيدي كاوكي ولا حي كاوكي بحال هكا، تما كانوا كراو داك الحي قالت لي زوين، فيه واحد قريب واحد الشارع فيه البيع والشراء وكاين شي حويجات تما زوينين، يعني شكرتها لي بزاف. مهم حنا قلت لكم ما جلسناش فيها بزاف، ما درتش فيها يعني كامله، كنت باغا نزور واحد البلاصه فيها واحد الطاجين كبير وناخذوا فيه التصويرات، ولكن ما كتبش. قلت لكم مور ديك الطيحه صافي ما قديتش صراحه، والله ما قديت نزيد نوقف حتى قسم، لان كان فيا الحريق بزاف صافي. ورجعنا في حالتنا. انا بعد اول حاجه كي وصلنا كانت تقريبا شي 3:30 هكذاك، فاش وصلنا ولا 3 سولنا بعد على البلاصه اللي فيها الحوت، بغينا ناكلو نتغداو وناكلو الحوت. المهم نعتو لنا البلاصه، بقينا غير ماشيين، يعني ما عندكمش يعني فين تلفو، الشوارع ديالها باينين وكل شيء، يعني يكفي انا انسان يعطيك النعت صحيح والله العظيم حتى كتوصلوا للبلاصه مباشره، ما عندكمش يعني فين تدوخوا ولا فين تلفو. هاد البلاصه عندهم هنا معروفه بالحوت، فهاد الطلعه هنايا صافي. تما تغدينا، بما نشارك معكم البلاصه وحتى الغديوه ديالنا شي حاجه زوينه بزاف بصراحه. دوك الناس كيتعاملوا حتى عامل زوين، هي هذه البلاصه فين حبسنا وتغدينا. المهم خدينا حنا واحد طبق عائلي، حسبونا ب 200 درهم. تبارك الله غادي تشوفوا الكميه ديال الحوت عامر الطبسيل بالانواع كلها ديال الحوت تقريبا، وقالنا مهم غتاكلوا حتى تشبعوا. المهم السيد اللي كان مسكين كيسر بينا والله العظيم، الا مني قرب الطبسيل اخوه من بقات فيه غير واحد شويه تبقى كيزيد لنا مسكين، كل مره يزيد لنا، وفي الاخر شاط لنا واحد الكميه. قلنا له هكذا جمعها لنا ديوها معانا، وفاش هز داكشي اللي بقى عاوتاني زاد لنا عليها واحد الكميه كثيره والله العظيم، الا جبنا عاوتاني وتعشينا به ديك الليله. زعما اش غنقول لكم، ناس كرامه ناس طريفين بزاف. المهم خدينا داك الطبق مع شليدات، درت فريت لبنتي حتى هي كانت باغا الفريت، خديناها مناضه. المهم اش غادي نقول لكم، كليت داك النهار ما عمرني حسيت براسي كليت بحال داك النهار، تبارك الله ما شاء الله كلينا مزيان في داك الحوت، كان اصلا تعطلنا في الغدا.
صافي من بعد ما تغدينا مشينا فرحانين، يعني حتى في البارك الولد اللي باركينا عنده كيتعامل واحد التعامل زوين، كيقبط لك البلاصة. المهم جاني واحد الفرق، واحد الاختلاف في التعامل الناس ديال اسفي الله يعمر لهم الدار. عجبنا الحال. المهم هنايا مشينا قلنا ضروري خصنا نطلعوا على البحر ديال اسفي. واخا يعني جينا في واحد الوقيته اللي كان الدنيا عامره بزاف، ما لقيناش اصلا فين ستاسيوني. وصافي هنا الزوج ديالي حطنا، وبقى هو قالنا انا غادي نجلس نشوف الا لقيت شي بلاصه غادي نحط الطوموبيل ونتبعكم. ما لقيتش، المهم نتوما سيروا طلوا ورجعوا. داكشي اللي درنا، بغينا غير نطلعوا على البحر هكا ديال المدينه وصافي. ما يمكنش حنا جينا تا الاسفي وما نشوفوش البحر، ولكن عرفتوا راه كانت الدنيا عامره بزاف. كنظن لو كان جينا في الصباح كان احسن. احنا ما عندنا ماشي غرض، ما عندناش الغرض نتبحر، احنا بغينا نطلعوا للبحر ديال المدينه ونعرفوا كي داير. المهم جينا في هذه اللحظه كانت الدنيا عامره والباراسولات عرفتوا واحد على واحد، ما لقيناش حتى ندوزو اصلا ما بين الرجلين. كندوزو ما بين الرجلين تاع عباد الله باش نطلعوا على البحر. واحد الظاهره جاتني شي شكل. المهم الدنيا عامره، راكم عارفين دابا البحر في اي مدينه كتكون الدنيا عامره. ايوا يعني بقى داك الرمله يعني خاويه، ويعني الناس جابوا الباراسولات حتى في جنب البحر مباشره وتزاحموا تما في ديك البلاصه بزاف. المهم حنا ما كانش عندنا الغرض نتبحروا، حنا بغينا غير نطلعوا على البحر ديال المدينه وصافي، ونصور معكم الاجواء ديال مدينه اسفي. هذا الشيء اللي كاين صافي، غير ميم با جوج دقائق ولا صافي وتحركنا. يعني قلت لكم لو كان جينا في الصباح كان غيكون الجو غزال. شفت اختي ناديه جوهره كتصور هكذا البحر في الصباح، الدنيا خاويه وزوينه، ولكن حنا جينا هنا راه كانت تقريبا 4:30 ولا، يعني راه الدنيا مطرطقه ما لقيناش حتى منين ندوزو. صافي قلت غير نصور معكم هكذا، وكانت واحد الشمس حارقه داك النهار. المهم صافي صورت معكم هاد الاجواء وصافي، باش تبقى عندي حتى انا ذكريات في هاد المدينه الزوينه. الا كتب الله عام اخر ان شاء الله نرجعوا لها، ما كتبش الله المهم انا صورت فيها هاد الشيء اللي قسم الله. صراحه ما كرهتش نعاود نرجع لها عام اخر. هنا فاش كنا خارجين شفتهم هنا كيبيعوا واحد المشروب عجبني في الصراحه، قلت نجربو. شفت الناس كياخذوا منه هاد القريعه هادي ب50 ريال، يعني 2.5 دراهم. كيسميوها هما الشربه، يعني كتشبه الباريده في المنطقه ديال وجده. كتاخذوا ساندويتش ديال كرن كيعطيوكم معاه كاس ديال الباريده، هذه سميتها الشربه بحال شكل ديال الباريده. واحد المشروب غزال عجبنا بزاف، خديت لهم كل واحد هكا بقريعه. عرفتو بارد ومنعش، حمقنا داك المشروب. هما كيقولوا له الشربه، داك السيد داك الدري اللي باع لنا قال لنا راه هاد المنطقه، قلت له راه كيشبه داك باريده بحاله تقريبا، جاب لي الله قال لي لا هذا المشروب اصلا قال لي الاصل ديالو من منطقه اسفي. وهنايا صافي نعتو لنا البلاصه اللي فيها هادشي الفخار، سميتو باب الشعبه، باب الشعبه الا ما الا نكون نطقت الاسم هذاك، باب الشعبه، باب الشعبه. صافي تما درنا. المهم سجلت فيديو واحد اخر خاص بديك البلاصه في اللي فيها الخزف، غادي ننزل لكم فيديو خاص في دوك تقريبا بحال قيصريه دايره فيها دوك المحلات كيبيعوا هادشي ديال الخزف. شي حاجه غادي نقول لكم، شي حاجه طوب، شي حويجات زوينين وشي حويجات خديتهم. المهم غنشاركهم معكم في فيديو خاص. صافي هنا سالينا الدوره ديالنا بعد ما وقع لي داك الحادث اللي قلت لكم، زلقت وطحت قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله انني ما يعني ما تهرسمت شي حاجه الحمد لله، واخا يعني داس عليا واحد اليومين ديال الحريق، ولكن الحمد لله والشكر لله. صافي هنا حنا راجعين بحالتنا. المهم رجعنا على الطريق الوطنيه، صورت معكم الطريق الوطنيه ما بين اسفي والوالديه. غندوزو على الوالديه وعاوتاني وسيدي عابد و سيدي بوزيد حتى نوصلوا للجديده. المهم الطريق كلها جايه على البحر. هذه الخرجه ديال مدينه اسفي، صورت معكم هنا الخرجه ديال المدينه. درنا الطريق الوطنية، من بعد ان شاء الله غادي نصور معكم واحد المنظر غزال صراحة. انا صورت معكم هاد العرس، من بعد غنعاود لكم القصة ديال هاد الدقائقية. صراحة في البلاصة اللي طحت فيها كنت جينا خارجين، من جايين راجعين في حالتنا، كنت تابعة الوالدة كانت مشات لواحد البلاصة وماشية تابعاها باش نشوف معاها شنو بغات.
ديك اللحظه دايز هاد العرس هذا هاد الدقيقيه. المهم كان غير كنشوف ديك اللحظه لان بديت كنشوف فيهم هما زادو، انا زلقت طحت. تا كنا خارجين وتلاقيناهم هنا في الطريق، قلت والله تنصورهم معاكم. المهم هادشي اللي كاين وصافي. المهم انا شخصيا عجبتني مدينه اسفي، عجبني الجو ديالها، الشوارع ديالها ما فيهاش داك الهرج بزاف، ما فيهاش البشر كتير. المهم غير داك البلايص اللي شفتهم انايا مهم عجبتني والله العظيم. مدينه غزاله تبارك الله، زوينه الهواء ديالها وكل شيء. يعني كنتمنى عام واحد اخر نجي لها مباشره ونكري فيها، واخا يعني الوليدات كيقولوا لي مره اخرى ما نعاودوش نرجعوا لهاد المناطق. يعني بكل صراحه يعني كنقول لكم صراحه، المهم عجبهم الحال وفي نفس ما عجبهمش. المهم الشيء اللي بغيت نقول لكم يعني كانت تجربه زوينه، جينا اكتشفنا مناطق جداد، شفنا بلايص زوينين، ولكن يعني باش نعاودو نكرروها مره اخرى ما كنظنش صراحه. نكون معكم صريحه ما نعاودش يعني نرجع لنفس البلاصه وندوز فيها عطله. نقدر نكتشف بلايص اخرين او لا نرجع للشمال، الله اعلم، من هنا حتى العام الجاي وحن الله. المهم هذا هو المنظر اللي شاركت معكم، شفتو شوفوا الضبابه هنايا، داك شريت تسمى الضبابه اللي كتكون هنا، راه كانت شي 7:30 العشيه ولا. هنا البحر بعيد، هنا فاش نزلنا كنصورو بنتي مسكينه بغات تموت بالخلعه، ما خلاتنيش تنصور، مسكينه خافت عليا انا وباباها. بابا خلاص زعام وزاد القدام، هي مسكينه بقات غير اللور وكتغوت كتقولنا رجعوا رجعوا. المهم يلا صورت هاد اللقطات وصافي. هو صراحه المنظر كيخوف شي شويه، شفتوا على المنظر، شوفوا هاد الضبابه كيفاش دايره. المهم بغيت نصور معكم هاد اللقطات وصافي. صافي هنا الفيديو ما بقالوش بزاف ان شاء الله وغادي يسالي. كان هذا هو الفيديو ديال صفيره اللي درنا الاسفي وصورت معكم بعض الاجواء وصافي. كنتمنى على فيديو تنال الاعجاب ديالكم، بقاو معنا الفيديو حتى النهايه، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله غادي نصور معكم لي زارتيكل ولا داك المنتوجات الفخار اللي صورت تما في اسفي في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.